ام حبيبه. ايوه اهلا بيكي، اهلا. اتفضلي. الو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، اهلا بيكي. ازيك يا مدام ريهام؟ الحمد لله كله تمام. انا متابعاكي من زمان، بس اول مره في حياتي اتكلم بصراحه في التلفزيون. ياه ليه؟ يعني بتكسف. ما تسمعي صوتك تاني بقى وتلاقيه حلو كده يبقى تكلميني على طول ان شاء الله. انا متابعاكي من ايام المحور. برضو. والله. اخبارك ايه، كله كويس؟ الحمد لله. يا رب سلمى ترجع لاهلها ان يا شاء رب الله، ومخليه بنات الصغيرين يدعوا لها. والله يا رب ترجع. يا رب. بالنسبه لموضوع التبرعات، بس انا كنت عايزه اقول لحضرتك على فكره، اتفضلي. مش كل الناس بتقدر تروح بنك، واللي بيبقى معاه مبلغ صغير بيتحرج يروح يحطه في البنك او كده. ليه ما بتعملوش مثلا رقم على الموبايل، نبعت رساله تبقى هقول لك اسهل؟ ليه حضرتك، لو انت ترضي تعملي كده اوكي. التبرعات اللي يعني بنجمعها عن طريق رساله، شركه الاتصالات بتاخد حوالي 40% من التبرع اللي انت بتحطيه. فعشان كده انا طول عمري من ساعه ما ابتديت موضوع جمع التبرعات ده بحاسب نفسي جدا جدا على المليم. لو انت هتتبرعي ب 20 جنيه و10 جنيه هتروح لشركه الاتصالات، لا انا اولى بيها. اصل في ناس كتير يعني ممكن بتحب تبقى عايزة تتبرع بس مبالغ صغيرة، او حلو، تجيب بس جنبها انت بنك، تروحي او تجيب يعني جنبها بنك تروحي البنك مثلا. تقفي شويه، ولا نص التبرع بتاعك يروح لشركه؟ لا يعني ممكن يبقى ما فيش جنبي بنك، او فانا قلت بالنسبة للموبايل في ايدي على طول تبقى اسهل ده احنا يعني. مختارين بنكين. خلاص نعمل لكم، لو انتم بس انا لازم يعني عشان ما فيش حد بيقول، انا لازم ابقى امينه معاكم اقول ان يا جماعه الرسائل او التبرع اللي هيجي عن طريق الرسائل شركه الاتصالات بتاخد منه كوميشن، او بتاخد منه يعني نسبه، عشان بس ابقى انا الموضوع ده اصلا على رقبتي، لا يمكن، لازم اقوله. فنعمل موضوع التبرعات عن طريق رساله، ولو انتم عايزين كده خلاص تمام.